بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معالي رئيس مجلس النواب، دولة رئيس مجلس الوزراء، الحضور الكريم، أتشرف اليوم بحضوركم في هذه المناسبة المهمة التي تتوج عملاً شاقاً ومضنياً استمر على مدار عامين، وها هي ثمرته تخرج إلى النور متمثلة في الانتهاء من تعداد مصر 2017، ونحن نشرف اليوم بإعلان نتائجه وإتاحة معلوماته للاستفادة منها والبناء عليها. واسمحوا لي أن أرحب بضيوف مصر الذين أتوا خصيصاً ليشاركونا هذه الاحتفالية من رؤساء أجهزة التعداد العامة والإحصاء في كل من الأردن والسعودية وفلسطين والسودان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى رئيس قسم الإحصاء بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الإحصاء بالإسكوا بمنظمة الأمم المتحدة. السادة الحضور، يستدعي احتفالنا اليوم بالانتهاء من تعداد سكان مصر عدة ملاحظات أساسية أود أن أشارككم معي فيها. الملاحظة الأولى أن مصر دولة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وكما مد فيها أول خط للسكة الحديدية في المشرق العربي في عام 1865، وتأسس فيها برلمان أو مجلس شورى النواب في عام 1866، وأقيمت بها أوبرا عالمية في عام 1869، وجامعة هي جامعة فؤاد الأول عام 1925، أي كما شهدت كل هذه المظاهر الدالة على الحضارة والعمران، كذلك أجري فيها أول تعداد للسكان في عام 1897. فمنذ هذا الوقت المبكر في نهاية القرن التاسع عشر تكون الاقتناع بأهمية حصر الموارد البشرية من أجل رسم سياسة عامة رشيدة، وقد كانت مصر سباقة كذلك في عمليات التعداد في تاريخها الحديث، فقد أجرى محمد علي التعداد السكاني الذي أطلق عليه تعداد النفوس في نهاية الثلاثينات القرن التاسع عشر، وهو دراسة اجتماعية اقتصادية بيئية، وهو أقدم وثيقة تعداد باقية حتى الآن على مستوى العالم كله. وفيما بعد توالت التعدادات السكانية أو السلاسل الزمنية لنصل إلى التعداد الأخير 2017، وهو أول تعداد إلكتروني في تاريخ التعدادات المصرية المنتظمة منذ عام 1882، والتعداد رقم 14 في تاريخ التعدادات المصرية، حيث سبقه 13 تعداد كان آخرها في عام 2006. وقد أجريت جميع التعدادات السابقة بالأسلوب التقليدي الذي يقوم على جمع البيانات من خلال المقابلات واستخدام الاستمارات الورقية. والانتظام في إجراء التعدادات العشرية له قيمة بحد ذاته، لأنه يشكل الذاكرة الرقمية للوطن ويؤكد الطابع المؤسسي لعملية التعداد. الملاحظة الثانية ترتبط بقيمة المعلومة أو ما نطلق عليه قاعدة بيانات ودورها في مساعدة صانع القرار على اتخاذ قراراته. عملية تعداد مصر 2017 هي العمود الفقري لخطط وسياسات التنمية في العقد القادم، والذي نطمح فيه لاستكمال خطة مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. فمن دون المعلومة الدقيقة عن حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي وشرائحهم الاجتماعية وخريطتهم العمرية، يتعذر رسم السياسات التنموية. ومن دون الوقوف على عدد المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية والصحية والتعليمية، يكون من الصعب تحديد الاحتياجات المطلوبة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. فوراء القرار السليم توجد بيانات صحيحة. وفيما يخص التعداد الأخير الذي نحتفل ونجتمع بإنجازه اليوم، فإنه من بين ما يجب أن نفخر به إنه أول تعداد مميكن ميكنة تامة من خلال التابلت وشبكة الإنترنت واستخدام الخرائط الرقمية، فيما أجريت كل التعدادات السابقة بالطريقة التقليدية. ولقد دفع دعم القيادة السياسية واهتمامها بإجراء هذا التعداد الإلكتروني في توفير الوقت والجهد على الدولة، مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها وتعزيز إدارة العمل الميداني ومراقبته. لذلك فإن التعداد الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في التعدادات، حيث أمكن الوصول إلى نتائج التعداد بعد حوالي شهرين فقط من العمل الميداني، بدلاً من عامين كان لازمين بالنظام الورقي القديم.
وقد كان لزيارة السيد رئيس الجمهورية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 19 إبريل 2017 لمتابعة وتفقد عملية تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان وتسجيل بياناته الشخصية عظيم الأثر في دفع عجلة عملية التعداد وإمدادها بقوة الإرادة السياسية اللازمة لمثل هذه النقلات الكبيرة في حياة الشعوب. أما الملاحظة الثالثة تتعلق بخطة العمل في التعداد، وهي خطة بالغة التشعب والتعقيد، ولكني أتخير من بين أبعادها المختلفة بعدين رئيسيين. البعد الأول يتعلق بالكادر البشري الذي عمل في هذا المشروع، والذي بلغ أكثر من 40,000 شاب تلقى درجة عالية من التدريب على مستويات مختلفة، بدأت بتدريب المدربين أنفسهم وانتهت بتدريب المعاونين ومساعديهم. وقضية التدريب هي قضية ترتبط بجودة المنتج النهائي لأي عمل، كما إنها ترتبط بالارتقاء بمهارات العاملين وتزويدهم بخبرات تراكمية يمكن استدعائها بأقل جهد ممكن في المستقبل. إن قضية التدريب هي قضية محورية لأنها تضمن نقل المعرفة وتؤهل المتدربين للتجربة العملية، فهي أفضل وأغلى استثمار ممكن أن تقوم به أي دولة. ومن هنا كان اهتمام القيادة السياسية بإنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الشباب وتأهيل الكوادر الشبابية على مستوى الجمهورية. أما البعد الثاني في خطة العمل فإنه يتعلق بالجانب التوعوي، أي توعية المواطنين بقيمة التعداد وبأهمية تعاونهم من أجل إنجازه، وذلك لأنه مهما بلغت درجة كفاءة العاملين بالتعداد وأيا كان مستوى تدريبهم فإن عملهم تكتنف صعوبات كثيرة ما لم يتفاعل معهم المواطنون بشكل إيجابي. ومن هنا انطلقت خطة واسعة للتوعية بالتعداد وأهدافي من منابر مختلفة، شارك فيها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، إعلانات الطرق والمحاور الرئيسية، المدارس والجامعات، النوادي الرياضية والمراكز الشبابية، دور العبادة المسيحية والإسلامية. فالهدف كان إعلام المواطن بجدوى دوره في إنجاح عملية التعداد. الملاحظة الرابعة تتعلق بالقضية السكانية، حيث نعلم جميعاً إنه من بين سائر المقومات الإنتاجية فإن المورد البشري هو الأغلى والأنفس، وبالتالي فإن السكان هم ثروة حقيقية وركيزة أساسية من ركائز عملية التنمية، إنهم أداة التقدم وغايته. هذا من جهة، لكن من جهة ثانية فإن اختلال العلاقة بين السكان والموارد أمر شديد الخطورة لأنه يبتلع كل عوائد التنمية. سكان مصر هم ثروتها الحقيقية ورصيدها الغالي، ولكن زيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات النمو يتحول إلى عائق، ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون معدلات تنمية حقيقية. الزيادة المفرطة في السكان دون غطاء من الموارد تعرقل الخطط والمشروعات القومية والتنموية. ولذلك تم إطلاق استراتيجية السكانية في 24/7/2017 في مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية، وبدأت إجراءات الفعلية لتطبيق هذه الاستراتيجية من خلال إطلاق الحملة القومية لضبط معدلات النمو السكاني من خلال وزارة الصحة في 29/9/2017 بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وتم بفعل بدء هذه الحملة القومية من محافظة سوهاج. السادة الحضور، من حق كل من شارك في هذا التعداد أن نتوجه له بالتحية والتقدير، وأبدأ بمايسترو هذا العمل الضخم سيادة اللواء أبو بكر الجندي الذي يبذل الجهد الكبير ويواصل الليل بالنهار لإنجاز هذا العمل. أستاذي وأستاذ الأجيال في علم الإحصاء والسكان أستاذ الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على مشروع التعداد، وأسجل تميز قائمة طويلة من جميع العاملين في كل المؤسسات الذين يواصلون الليل بالنهار، والذين لولاهم ما اجتمعنا اليوم لنحتفل بإتمام هذا العمل الكبير، فلهم منا جميعا كل التحية والتقدير. الشكر موصول إلى جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية على التعاون المثمر والبناء لإنجاح التعداد وإخراجه على أكمل وجه. وأختتم حديثي باقتباس ما قاله دكتور جمال حمدان في رسم شخصية مصر حين قال: سيبقى أبدا مفتاح مستقبل مصر في الحضارة والعلم والسكان، ولكن سيظل الكيف قبل الكم أساس وضعها ومكانتها في العالم. شكرا سيادة الرئيس على تشريف حضرتك، شكرا حضراتكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.